أول خط من أنابيب التغليف هو الغلاف الموصل. التجويف المحفور له كبير جدا ويبلغ قطره عادة 36 بوصة أو أكثر، أي حوالي مترا. تجويف الغلاف الموصل يجب أن يبدأ كبيرا لأنه باستمرار الحفر إلى أسفل يقل قطر التجويف. في بعض الأوقات إذا كانت الأرض طارية بالقرب من السطح يطرق برج الحفر الغلاف الموصل في مكانه. إذا حفر تجويف الغلاف الموصل فيسمنة الغلاف فيه. يحفر البرج إلى أسفل الموصل إلى العمق المقرر، وذلك باستخدام مثقاب صغير القطر بحيث يدخل بسهولة داخل الغلاف الموصل. قطر التجويف السطحي يمكن أن يكون كبيرا نسبيا، حوالي 17 بوصة أو 400 مليمترا أو حتى أكثر. عمق الغلاف السطحي يتحدد عادة بوكالات ومنظمات تسن القوانين. يفترضون أن يحفر التجويف السطحي خلال طبقات المياه العذبة، وأن يوضع الغلاف السطحي ويسمنت لحماية هذه الطبقات من التلوث خلال استمرار عملية الحفر. هذا العمق يمكن أن يبدأ من مئات إلى آلاف الأقدام أو الأمتار. يوصل طاقم الحفر موائع الانفجار بالغلاف السطحي عند رأس البئر، لهذا يجب أن يكون هذا الغلاف قويا ليحمل جماع مانع الانفجار. بالإضافة إلى هذا يجب أن يتحمل ضغط الغاز أو الموائع التي يمكن أن يواجهها البئر، ويجب أن يكون الغلاف السطحي قويا أيضا حتى يستطيع حمل خطوط أنابيب التغليف الأخرى المعلقة بداخله. يختار المشغل مثقابا أصغر في قطره ليحفر التجويف الوسيط بحيث يمكن لهذا المثقاب أن يمر من الغلاف السطحي. مثقاب قطره حوالي 12 بوصة أو 300 مليمتر، وهو أحد الأمثلة. الغلاف الوسيط مثبت بالإسمنت في مكانه أيضا ليعزل التكوينات المزعجة كالتي تتسبب في فقد السائل الدوار أو بها ضغط عالي أكثر من المعتاد. إنه غالبا أطول جزء في تغليف البئر. يوصل الطاقم أيضا موانع الانفجار بأعلى الغلاف الوسيط باستخدام مهايئ ورأس الغلاف أو باستخدام مكب حفر موضوع أو موصول بأعلى الغلاف السطحي لرأس البئر، وهو يثبت موانع الانفجار لأجل عمليات الحفر الآتية. تذكر أن على الطاقم أن يوصلوا جماع صمامات مانع الانفجار بكل خط أنابيب تغليف في البئر. يوصلون أولا بالغلاف السطحي وبعد ذلك بالغلاف الوسيط. وأخيرا على عمود أنابيب الإنتاج. يختار مالك برج الحفر مثقابا صغيرا ليتم الحفر إلى العمق المقرر أسفل الغلاف الوسيط، ويكون هذا المثقاب من الصغر في القطر بحيث يمر خلال الغلاف الوسيط حوالي من 8 إلى 10 بوصات، أي من 200 إلى 250 مليمترا. هذا الجزء من تجويف البئر يخترق المنطقة المنتجة، وعندما يثبت عمود أنابيب الإنتاج في مكانه يعزل منطقة الإنتاج ويهيئها للإنتاج. عمود أنابيب الإنتاج يحوي ويحمي الأنابيب والمعدات الأخرى المستخدمة لينتج البئر. يثقب مشغل البئر عادة هذا الغلاف عند اكتمال البئر. اصطلاحا إتمام البئر يصف نشاطات وطرق إعداد البئر لإنتاج النفط والغاز. يتدفق النفط والغاز إلى البئر خلال التثقيب. أحيانا يستخدم ملاك البئر ما يسمى بأنبوب التغليف القاعي بدلا من الغلاف العادي. أنبوب التغليف القاعي هو خط أنابيب تغليف قصير ويستخدم لتغليف منطقة أصغر من تجويف البئر موجودة تحت خط أنابيب تغليف في نفس البئر، وهو مثل الغلاف تماما إلا أنه لا يصل إلى السطح، وبدلا من هذا يعلق من أسفل الغلاف الذي يسبقه باستخدام معلق أنبوب التغليف القاعي. في هذه الحالة يوجد أنبوب تغليف قاعي وسيط وأنبوب تغليف قاعي للإنتاج. استخدام أنابيب التغليف القاعية يوفر المال لأنها لا تمتد إلى سطح البئر،